بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال بمزيد من الأجر والثواب. سنبدأ درسنا اليوم حول موضوع كظم الغيظ. سنبدأ بتعريف كظم الغيظ. كظم الغيظ هو الإمساك، الكظم هو الإمساك وجمع الشيء، وأيضا يعرف بأنه حبس الشيء عند امتلائه. أما الغيظ هو غضب كامل للعاجز، وقيل هو أشد من الغضب، ومعنى كظم الغيظ هو السكوت، عن الغضب. وكظم الغيظ أي سكت عليه ولم يظهره بقول أو فعل، مع قدرته على إيقاعه بعدوه. وكما قال الإمام مالك بن عطية، كظم الغيظ رده في الجوف إذ كاد أن يخرج، من كثرته فضبطه أو منعه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، من كظم الغيظ ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجعا بيوم القيامة. كظم الغيظ هو خلق كريم من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث الناس عنها، على الاتصاف بها، فهو حبس الغيظ والغضب وإمساكه وضبط النفس، وعدم الإنفاذ العقوبة، للمسبب له مع القدرة على ذلك، بل العفو والصفح عنه والدفع بالتي هي أحسن. كما قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعب التي هي أحسن سيئة فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نوع من آثار كظم الغيظ، نيل مغفرة الله عز وجل والحصول ومحبته، والحصول على الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. من القلب راجع ليوم القيامة، التغلب على الشيطان الرجيم والانتصار عليه ووسواسه وإفقاد الأمل من الوقوع في المعاصي، النجاة من التصرف الخاطئ المتسارع الذي يجلب الندم. ومن أهم الأسباب التي تعين على كظم الغيظ، تربية النفس على الرضا والصبر، الثقة بالآخرين والعدم والثقة بهم، وحسن الظن بالآخرين والثقة بهم، حفظ المعروف والخير الصدق المسيء. ويوجد حكمة في كظم الغيظ، الرفق بالمخطئ واللين معه ومعاملته على أساس الرحمة والشفقة، حيث أمر الله تعالى الناس على الاجتماع على الرحمة والرفق واللين والابتعاد عن الغضب والشدة، في قوله تعالى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثمار كظم الغيظ، منها المساعدة على ترك الغضب، التغلب على الشيطان الرجيم، تعظيم الله عز وجل، أجر كظم الغيظ، والعافين عن الناس إذ كان كظم الغيظ ابتغاء وجه الله. كما جاء في قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.